كارما انك ما انت 30 فريمش عشان 30 انت بوصه. والتيم بتاعك تعال اكسب اللي جايبين. تخيل انت خايف. ثواني يا رائد اللي جنبك ده. ثواني يا رائد اللي جنبك ده بيحب ينام في العشبه. عارف اللي بيهايط. استا 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 انت كلامك كتير ليه؟ اسمع بس مش عايز كلام كتير. عارف والله قلت هلعبك روم انت ما بنسخنش احنا. انا عايز العبك روم عشان اشكلك اعرفك ان انت وانا موبايل وهديك على العين. ايه عمر يبقى معايا وانت حكمت على لعبي؟ انت كده اقصى من بدري. انت عارف يعني اقصى ما نسمع. ده انا العب يا اسطى. العب يا اسطى انت شايف نفسك. يلا يا اسطى شايف نفسك 8-1 وجايبك 3 مرات في السات. طب العب يا اسطى. ايوه انت بوت يا ابني. يلا اركن يلا اركن يلا. السلام عليكم يا جدعان. ازيكم عاملين ايه؟ جاي لكم النهارده فيديو جديد. بس قبل اي كلام خلونا نصلي على النبي على افضل الصلاه والسلام. فكره فيديو النهارده يا جدعان اللي جايين نعمل البوت الغني انا ومين بقى يا جدعان؟ انا وفكر. المفروض ان اخلي فكره يا جدعان يبعت للناس في العام ويلعب معاهم، وبعد ما يلعب معاهم نشوف. لو عرفوا خسروه انا هنزل، ولو هو لعبهم وكسبهم حلال عليه الفيديو يعني من الاخر. فيا جدعان احلى مسا عليكم. تسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان ما فاضلش الا حاجه بسيطه بقى ونوصل ربع مليون. فاضل لنا 50,000 باذن الله. عايز الفيديو ده يوصل كام لايك؟ كام لايك الفيديو دون باذن الله يعني الفيديو ده يا جدعان. قول له انا. طب يا جدعان الفيديو ده يوصل 3000 لايك في يومين. يا جدعان 3000 لايك في يومين عشان خاطر اعمل لايك. اول مره اطلع معاك قناه على فكره. اعمل لايك بقى. لايك بقى. لايك اه عملت اللايك. مسا عليكم يا جدعان. يلا يلا نخش على الفيديو. يلا والله حسيت بسرعة ايدي فا اول واحد اللي بعد. انا هجيب تيم يعني هجيب تيم. سلام عليكم شوشو. سلام عليكم. انا مش متذكرة ليه. وعليكم مؤمن. ايه؟ مؤمنز ايه؟ انت صاحبني يا ابن يا اسطى. يا اسطى بتشتغل يا اسطى. يا اسطى عيب يا اسطى. انت مال. طب بما انك بتشتغل هقول لك على حاجة. انا عايز تيم لو شايف مش هتلحق يا اسطى. انا عشان كده بقول لك ادخل في الحوار على طول. جدعان جيبوا ده. ايوه انا عايز تيم. صبح يا بنت بقول لك ايه؟ احنا على ما نلاقي تيم. انا بقول لك خش على الرائد ده. رائد رائد فين ده؟ تحت واخر واحد. جدعان انا عايز تيم شايف نفسه. يا جدعان يجي اديله اقصاء. ايه السكواد المبوت اللي انت واقف معاه ده؟ انتوا شكلكم مباوت. شايف الهاشتاج مبوت المحاكي اللي انت قاعد تلعب بيه 30 فريم بتاعك. طب انت بتقول عليا مبوت؟ لو انت يا اسطى شايف نفسك 30 فريم قاعد تلعب ب 30 فريم. تعالى العبني سنايبر. يلا اذكر منك ما انت 30 فريم شاشه 30 بوصه. انت والتيم بتاعك. تعالى اكسب اللي جاي. انت خايف ليه؟ تعالى تعالى اللي جنبك ده تلاقيه بوت. تلاقيه بينام في العشبه بيحب لبسه العشبه. طب هات واحد كمان معاك. هات واحد كمان معاك. ايه هو الاثنين عليك يا عمو. انتوا الاثنين. طب تعالوا يا عم. بص ثواني يا رائد. اللي جنبك ده. ثواني يا رائد اللي جنبك ده بيحب ينام في العشبه. عارف عارف الاشكال دي. عارف اللي بيهايط. اللي جنبك بيقول مبوت جاي الروم ايه بل الاد. وتعالى هو عارف نفسه. جاي لك رائد يا اسطى. تعالى 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 يا اسطى روم. تعالى انا لوحدي سنايبر. انتوا الاثنين يا باشا. انتوا الاثنين سنايبر. والله لو هنلعب قصاد الاثنين يعني. اسطى 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 انت كلامك كتير ليه؟ اسمع بس مش عايز كلام كتير. عارف والله قلت هلعبك روم انت ما بنسخنش احنا. انا عايز العبك روم عشان اشكلك اعرفك ان انت بس عمر يبقى وانا موبايل وهديك على العين. ايه عمر يبقى معايا وانت حكمت على لعبي عشان تقول لي عمر يبقى. ماشي لعب. تعال العبوا هما الاثنين. العبوا هما الاثنين. فتح جاي. لا هتعرف تلعب فكري. عيب عليك فكري يا اخويا. هشرفك. هتشرفني ازاي؟ هشرفك. لسه لسه بقول لك ايه. ماشي ما عادي خالص ولا اي حاجه يا حبيبي. عادي ولا اي حاجه يابا. لسه لسه انت فين؟ تعال. ايوه ماشي ماشي. تعال يا ابني انا سايق. لا 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 ايه ده 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 ايه ده. بقول لك ايه يا اسطى انا هزعلك دلوقتي. مأمور الواد عايز يجيبني بكسرته. مأمور ماشي ماشي عادي خالص. تعال. لا 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 ايه ده ايه ده ايه ده
ده جابني بوكساتها مأمور. لسه مسخن عليك. لا 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 بوت. Killing spree for the red team. بوت. يا مأمو. كمل الروم لو راجل. لو راجل كمل. تعال. لو راجل كمل الروم. انت كده اقصاء. انا عايز. كده اقصاء. انا عايزك تكمل الروم بس. كده اقصاء من بدري. انت عارف يعني ايه اقصاء؟ بص اسمعني بس اسمعني. جبني بوكسات مرتين بقول لك انا. ده انا. لا 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 ده انا جايبك بوكسات ثلاث مرات. تمام؟ حاطط لي سكوب كمان. بقول لك ايه؟ عدل سكوت تمام اتفرج يا اسطى اسمع اطلع فوق يا عمر تاني معلش اسمعني بس اسمعني انا اقل واحد في الكلان طب يا اسطى العب معلش كمل بس العب يا اسطى العب يا اسطى انت شايف نفسك يلا يا اسطى كمل عمر شايف نفسي 8-1 وجايبك 3 مرات بوكسات انت طب العب يا اسطى ايوه انت بوت يا ابني يلا ماشي اركن يلا اركن يلا يا اسطى خد حقك خد حقك خد حقه يا لهوي يلا الله انت لعيب قوي اسطوري لا 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 ده بيقول له خد حقه والنبي ما معرفش اللي انا هعمل دلوقتي عليكم باك ايه خد له حقه يا اسطى ما خدوش حقه ليه يا بوت ما خدوش حقه ليه بيقول لي يا بوت ما معرفش اللي انا هاخد لك حقك ما معرفش اللي هيحصل فيه تعال target down طب ما تعرفش اللي انا هاخد له حقه ولا ايه يا ابو بقول لك ايه عايزك ايه يا ابو اسمعني انا عايزك تزود فرق تخلي صاحبه ينزل ماشي بس كده عنيا ما بتزعله ده شرعي يا راجل مش هتجيبها يا ابني اوعى تخاف اخاف منك اقعد يا امسحها يلا قول امسحها ده انا هروح ازنق لك بيز دلوقتي ايه يعني انا عايز فرق خلاص بقى مش عشان انك مره انا اللي مديها لك بقول لي اديله فرق تعالى اجيبك الاول وبعدين ابقى اديك الفرق ده خايف دلوقتي ايه يا اسطى ايه مش شايفك يالا ديلو بقول لي بوت ايه انت فين انت فين مش شايفينك ابلع ابوك بوت ده بيقول لي بوت برضه هو حافظ مش فاهم ابلع يلا قول له بس لما تعديه بس نزل مع صاحبك قلت لك نزل صاحبك يا اسطى نزل صاحبك يا اسطى هات صاحبك نزل صاحبك معاك يا اسطى بتعمل ايه بتعمل نزل صاحبك يا اسطى انا بعمل ايه ايوه ايه بلعب بابجي نزل صاحبك نزل صاحبك اهبد صاحبه مش عارف يضربني ايوه كده العبوا انتوا الاثنين نزل صاحبك يا اسطى مش هتعرف تسد لوحدك ايوه كده قلنا تنزلوا نزلوا اللي افلق شرعي افلق له اطمئن عادي لسه بتبص عليهم بص واحده يعدي من اهو يا ما حطوش حلو اه ما طلعش بوت عين ده بيقول لي بوت اوه دارك كلان ليه دارك كلان شايف الدراع يالا بوكس ده ليه دارك كلان ده ليه دارك كلان اللي جبته لا اصلا الله يخرب بيتك ليه دارك كلان ايه بس امسح الكلان
اديله تعال اوف هتيجي لا بس كده لعيونك لعيونك قتل عليك عايز لقطة؟ عايز لقطة؟ تعال عايز لقطة؟ تعال انا عايز لقطة يا اسطى معرفش تجيبها دي قول لي ما تعرفش تجيبها دي استنى انا هوري له نعرف نجيبها ولا لا دي ايه؟ يا اسطى ودي ايه؟ دي ايه؟ دي ايه؟ دي ايه؟ فاجر ده بقول لي موت موت فاجر بس كده عيوننا ليك يا فكري انتوا فين يا اب؟ اللي زعل ابن منطقتي اكسر له راسه ياه بقول لك ايه بوتات لقطه خلفيه لقطه خلفيه فاكرها انت الحوارات دي ما بقتش بتتعمل لا بتتعمل استنى ده في دماغه زود فرق يا اخويا زود فرق لعيونك بس جالت اصلا The red team doesn't have a lot of time left. مش هتعملها يا ابو مش هتعملها هتشوف اجري اه اجري اجري خد اجري 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 بودي يلا اخر تصايح تصايح ايه ما لا 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 بيقول لك ما اعرفش ابلع جنب اللي ضرب الكلام مره ثانيه يا مابو قال لك ايه يا مابو العيال دلوقتي تشرفتني ايه خال فكري اخويا ده يا جدعان اللي جه عليه يبقى جه عليا استنى انا عايز اشوف رد فعله اكيد هدلتونا وش لا مش هدلتونا هيجوا يقولوا يشتم اقسم بالله يا جدعان السكواد ده ما نعرفه قسما بدين الله ما نعرفهمش اقسم بالله ده بعد يا اسطى ان انت هتيجي على صاحبي عز ماليه نسكت لك يعني لازم يديك على دماغك جبت لك الكلام بتاعك ما انت قاعد لا انت ما جبتناش بوكسات وما تعرفش تجيب بوكسات انت ليك روم معايا وانا مش همس بتقول ايه تمام انت ليك روم معايا انا نام هنام وهصحى وحياة ديني بقول انا نام واصحى ولا مكروم وليك روم معايا انا فاتح يا باشا تعالى نلعب دلوقتي الروم يلا انت بتهايط بس يا اسطى انا بقالي يطلع 8 ساعات لا انا لو بهايط كان زماني لما جبتك اقصاء سبتك وطلعت ومسحتك وحرقت دمك ما تعرفش ان انت اقصاء يا اسطى مين اللي كسب في الاخر انا ماليش دعوه لا ايه 9 0 اقصاء انت خسران من بدري وبعدين ريحت ظهري خلاص طب دلوقتي الروم خلصت كام استنى وانت ما تعرفش ان الاقصاء 10 مش فارق الاقصاء من 10 مش تلعب اللعبه ولا مين قال لك الاقصاء من 10 مش مهم ولا انت عبيط يلا بتروح يا ابني روح ابلع يا تعبان ابلع يا تعبان كسبنا سلام